استكمل الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مسيرة النهوض والتنمية التي حققت فيها دولة الإمارات قفزات نوعية كبيرة على جميع الأصعدة، هذا ما شهد عليه أفراد شعب دولة الإمارات. أقول يالله تكرم من كرمنا وتجزيه من جود فضلك يا مجيب الدعوات، ويالله تظله يوم لا ظل نرجيه غير ظلك يا عليم الخفايات. شيخنا حكم فعدل بشعبه وراضيه وفنى حياته لأجل خدمة الإمارات. شيخنا حكم فعدل بشعبه وراضيه وفنى حياته لأجل خدمة الإمارات. صعب على الأقلام تحصر مساعيه، مسعاه نهرا مثل دجلة والفرات، يالله مثل مكرم خليفه تجازيه من جود فضلك يا مجيب الدعوات. قول لله ما أخذ والله ما أعطى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حال الدنيا. الشيخ خليفة مب قائد أو دولة الإمارات بس، طبعا والدنا وكان من المؤسسين الأوائل للدولة هذه. كان الفقد غالي علينا وعلى شعب الإمارات والمقيمين كذلك. ما نقدر نقول إلا عظم الله أجرك يا وطن. الله يرحمه أبونا الشيخ خليفة بن زايد، وإن شاء الله مثابة في الجنة إن شاء الله. وهذا كان أبونا، وكان على خطى زايد الله يرحمه، أبونا زايد، وما شفنا غير الخير من الشيخ خليفة. ما قصر فينا ولا قصر في الدولة ولا قصر في شباب الدولة ولا قصر في حق حد، والحمد لله نحن الحين دولة الإمارات ما شاء الله عليها بمثابة عالية عند الدول الأخرى. بغال الله وعظم الله أجر الوطن في الشيخ خليفة بن زايد. والشيخ خليفة كان مثل أبونا زايد الله يرحمه، وإنسان ما يحب إلا الخير، وأفعاله الطيبة تنذكر في كل مكان، ولا هي بغريبة على عيال زايد كلهم. في هذا اليوم نعزي أنفسنا أولا، بما أني من سلطنة عمان، نعزي الشعب الإماراتي على وفاة فقيد الوطن وفقيد الأمة العربية والإسلامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. قاعدين على الغداء، سبحان الله، يعني مسج الواتساب توفى الشيخ خليفة. صراحة زعلنا وحزننا وضايقنا والله. الله يرحمه إن شاء الله ويغفر له. لو نتكلم من اليوم لين بكر ما عطينا حقه صراحة. أولا عسى الله يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. استمر على نهج أبوه عسى الله يغفر له، مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان بن نهيان. وصراحة ما شفنا منه لك الخير. ما يخفى عليك الشيخ خليفة في عهده تطورت البلد تطور كبير، ونهضت نهضة كبيرة جدا، يعني في المجال الاقتصادي السياسي وصلنا الفضاء ما شاء الله. فأيادي الشيخ خليفة الطيبة، أيادي الشيخ خليفة الخيرة وصلت لكل مكان في العالم. ومثل ما قال الشيخ محمد، فقدان الشيخ خليفة فقدان كبير، وإسهاماته ما شاء الله موجودة في كل الدولة. نحن حزينين جدا، وهذا يوم أثر فينا نحن كمواطنين.